بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 105. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الوجه السادس من السنة، أي في أن موافقة الكفار في أعيادهم لا تجوز، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. متفق عليه. وفي لفظ صحيح: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يدل على مخالفتنا لأهل الكتاب وعدم التشبه بهم أن الله سبحانه وتعالى خصنا بعيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر في السنة، وخصنا بعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وهو يوم عبادة ويوم فضل وخير كثير، خص الله به هذه الأمة وأضل عنه من كان قبلنا بسبب اختلافهم وتعنتهم، فإنهم اختلفوا، فالنصارى أخذوا يوم الأحد، واليهود أخذوا يوم السبت، وكلا اليومين ليس محل فضل على غيرهما من الأيام، فلم يوفقوا لليوم الذي فيه الفضل وهو يوم الجمعة، أخطأوه وحرمهم الله منه بذنوبهم، واعتمدوا على فكرهم، حيث إن اليهود يزعمون أن الله استراح يوم السبت، لأن يوم السبت ليس فيه خلق، لأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، يكون يوم السبت ليس فيه خلق، فهم اختاروه لأجل ذلك، وقالوا قبحهم الله: إن الله تعب فاستراح في يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. قد نزه نفسه سبحانه وتعالى عن ذلك فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يعي بخلقهن، أوليس الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يعي بخلقهن، يعني لم يتعب كما تقوله اليهود. فهم وصفوا الله بالنقص والتعب والعياذ بالله، واختاروا هذا اليوم بزعمهم لأنه استراح الله فيه، فهم يستريحون فيه. وأما النصارى فقالوا: إن يوم الأحد هو اليوم الأول من بدء الخلق،
اختاروه لأنه اليوم الأول من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وأما يوم الجمعة فهو اليوم الأخير الذي تكامل فيه الخلق وخلق فيه آدم، وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تقوم الساعة، فهو اليوم الذي تحصل فيه الأحداث العظيمة، وهو اليوم الذي تم فيه خلق السماوات والأرض. فهو اليوم الفاضل، والله جل وعلا وفق له هذه الأمة فجعله يوما لها يجتمعون فيه لصلاة الجمعة، وهو يوم عظيم، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة كما في الحديث. فهذا من فضل الله عز وجل، ولذلك حسدونا على هذا اليوم الذي خصنا الله به وأخطأوه هم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: نحن السابقون الآخرون السابقون، نحن الآخرون يعني آخر الأمم، آخر الأمم السابقون يوم القيامة، يوم القيامة. فكونهم آخر الأمم لا يمنع أن يكونوا هم السابقين يوم القيامة للأمم، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد بمعنى إلا، أي إلا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وقيل إلا بمعنى غير، وقد رجح الشيخ كما يأتي المعنى الأول أنه بمعنى الاستثناء إلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة وحذيفة رضي الحديث عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. أي نعم. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه. هذا يومهم يعني يوم الجمعة الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، هذا هو يومهم يعني يوم الجمعة الذي فرضه الله عليهم أن يجعلوه يوم عبادة، لكنهم اختلفوا وأخطأوا فيه وانتقلوا إلى غيره حرمانا لهم من هذا الفضل العظيم، وخص الله به هذه الأمة. نعم. فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع. هدانا الله له، وفقنا الله له، وجعله يوما لنا، فهو من مفاخر المسلمين، يوم الجمعة من مفاخر المسلمين، وهو اليوم الذي جعل الله فيه الخير، لكنه خفي على الأمم السابقة، وأهدى الله له هذه الأمة لفضلها وشرفها، فهذا من فضائل هذه الأمة. وهذا فيه أن هذه الأمة لا تشارك الأمم في أعيادها، لا السنوية ولا الأسبوعية ولا غيرها. نعم. قال: فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. متفق. نعم. عليه. نعم. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم، وفي رواية بينهم قبل الخلائق، رواه مسلم. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن هذه الأمة هي خير الأمم، الحمد لله، وأنها السابقة إلى الخير، وأن الأمم تبع لها، تبع لها في الدنيا وتبع لها في الآخرة. تبع لها في الدنيا في الأيام الثلاثة، نحن اختار الله لنا يوم الجمعة، وهم اختاروا يوم السبت ويوم الأحد، فصاروا تبعا لنا لأن هذه الأيام بعد يوم الجمعة.
وكذلك نحن السابقون في يوم القيامة، فإن هذه الأمة هي أول الأمم تدخل الجنة. نعم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة عيدا في غير موضع، ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد. نعم، يوم الجمعة يوم عيد، لكنه العيد الأسبوعي، فهو عيد الأسبوع، يسمى عيد الأسبوع، ولذلك يجتمع المسلمون في البلد لصلاة الجمعة ويتزينون باللباس والطيب ويغتسلون له ويبكرون له، فيدل على أن هذا يوم عيد، عيد ديني وعبادة، عيد عبادة وعيد دين، وليس عيد لهو وعشر وبطر، وإنما هو يوم عبادة ويوم فضل للمسلمين. لكن قد يحرم منه كثير من الكسالى الذين يجعلونه يوم نوم ويوم راحة وكسل، أو يجعلونه يوم نزهة ويخرجون إلى البراري ويضيعون صلاة الجمعة، هذا حرمان، هذا حرمان من هذا الفضل العظيم. نعم. قال: ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت لليهود والأحد للنصارى، واللام تقتضي الاختصاص. نعم، اللام تقتضي الاختصاص، أن يوم الجمعة خاص بالمسلمين، ويوم السبت خاص باليهود، ويوم الأحد خاص بالنصارى، لأن اللام تقتضي الاختصاص، كما إذا قلت هذا القلم لفلان، يعني يخص فلانا لا يشاركه فيه، فإذا نحن لا يجوز لنا أن نشارك اليهود في يوم السبت أو النصارى في يوم الأحد، وإنما نقتصر على اليوم الذي جعله الله لنا. نعم. ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام، إذا قيل هذه ثلاثة أبواب أو ثلاثة غلمان، هذا لي وهذا لزيد وهذا لعمر، أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له ولا يشرك فيه غيره، فإذا نحن شاركناهم في يوم عيدهم يوم السبت أو عيد يوم الأحد خالفنا هذا الحديث. نعم، وهذا دليل واضح في أن هذه الأيام مختصة بالأمم، فيوم الجمعة للمسلمين لا يشاركهم فيه غيرهم، ويوم الأحد لليهود لا يشاركهم فيه غيرهم، ويوم يوم السبت لليهود لا يشاركهم فيه غيرهم، ويوم الأحد للنصارى لا يشاركهم فيه غيرهم. فالذين ينادون الآن بأن تجعل يوم السبت ويوم الأحد عطلة للمسلمين ليتوافقوا مع اليهود والنصارى في عطلتهم، هذا مخالف لما شرعه الله سبحانه وتعالى، ونكران لهذا الفضل العظيم الذي خص الله به هذه الأمة، وتشبه بالأمتين المغضوب عليهم والضالين، فهذا يجب إنكاره. ومما يدل على أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين أنه يحرم صومه مفردا، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، لأنه يوم عيد، ويوم العيد لا يصام. نعم. أحسن الله عليكم. الدعون لمتابعة اليهود والنصارى في إجازة السبت والأحد ليس لهم إلا إدلال واحد بأنه أنفع في الاقتصاد والبنوك والإجازة، غير ذلك ما عندهم، حق ولا باطل؟ ما قولكم؟ هل تدفع النصوص بهذا أنه أنفع لنا اقتصاديا أو أريح في عمل البنوك؟ هذا مع أنه دفع للنصوص الصحيحة، فهو أيضا تغيير للعبادة، لأن ما هي المسألة مسألة اقتصاد ومسألة أموال، المسألة مسألة دين وعبادة، فلا تغير العبادة والدين، ولا يتحول المسلمون عن يومهم الذي أعطاهم الله إياه إلى يوم اليهود والنصارى الذي هم اختاروه وندموا عليه وحسدوا المسلمين على يوم الجمعة، فيجب على المسلمين أن يعتزوا بيوم الجمعة وأن يبقوا على ما هم عليه فيه، لأنه يومهم الذي خصهم الله به، ولأن اليهود والنصارى تبع لهم،
فإذا تحولوا عن يوم الجمعة إلى يوم السبت يوم الأحد صاروا هم تبعا للنصارى لليهود والنصارى. نعم. مما يجعل كلام هؤلاء سماع وقبول أن كثير من المسلمين لا يعلم أن هناك فضائل شرعية ودينية بين الجمعة وغيرها، يظن المسألة مجرد يوم بيوم بيوم يعني. حالة المسلمين الآن مزرية إلا من رحم الله عز وجل، من الجهل بدينهم والتساهل والتسامح فيه ومحبة موافقة الكفار ومشاركة الكفار وتعظيم الكفار في أعينهم، حتى يرون، حتى إن بعضهم يرى أن الكفار هم أرقى وأقدم وأسبق، فنحن يطالبوننا باللحاق بهم وبركب الحضارة كما يقولون، لأنهم أصلا الإيمان في قلوبهم ضعيف، وأيضا لو كان فيهم إيمان فهم جهال لا يعرفون أحكام دينهم، فأوتوا من هذه النواحي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي فكذلك في العيد الحولي، إذ لا فرق. نعم، إذا كان هذا في العيد الأسبوعي، أن الله خصنا بيوم الجمعة وجعله يوما لنا، وأنه لا يجوز أن نتحول عنه إلى عيد اليهود والنصارى في يوم السبت ويوم الأحد، فعيد الحول من باب أولى، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يجوز أن نتحول عن هذين العيدين إلى أعياد الكفار ونشاركهم فيها. وهذا هو الذي ساق المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام عن يوم الجمعة، من أجل، لأن الكلام كله والباب كله في أعياد الكفار والتحذير من مشاركتهم فيها. نعم. بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي أو الفارسي أو العبري ونحو ذلك؟ نعم، إذا كان يوم الجمعة يعرف بالحساب العربي، ومع هذا لا يجوز لنا أن نتحول عنه، فكيف بالأعياد التي لا تعرف إلا بالحساب الأجنبي؟ بالحساب الأجنبي، فهذا أيضا مشاركة لهم في حسابهم، ولا نتحول عن الحساب العربي إلى الحساب الأعجمي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، أي من أجل، كما يروى أنه قال: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر. نعم، فمعنى بيد هنا من أجل، من أجل أنه يعني فضلنا الله، لأننا فضلنا الله عز وجل لأن الله آتانا الكتاب الذي هو القرآن. نعم. والمعنى والله أعلم أي نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول إلى الجنة، كما قد جاء في الصحيح أن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من الأمم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة. نعم، هذا معنى السابقون يوم القيامة، أن أول من يدخل الجنة من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك لأن أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين الآخرين، وصار عملنا الصالح قبل عملهم، فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح. نعم، من أجل، لأن هذه الأمة ما سبقت على الأمم بكونها عربية أو بسبب المكان الذي هي تعيش فيه، وإنما سبقتهم بأمر الدين، أمر الدين الصحيح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وأن الله نجاها من الاختلاف الذي حصل لأهل الكتاب، فهذه الأمة ولله الحمد متفقة ومجمعة على ما شرعه الله لها، لم تبدل ولم تغير ولم تحرف كتابها وسنة نبيها كما فعلت الأمم السابقة بشريعتها وكتابها وسنن أنبيائها، فهذه الأمة ولله الحمد ملتزمة بشرع الله عز وجل وبكتابه وسنة رسوله، وإن كان يوجد فيهم من يحصل منه قصور أو تقصير في هذا الأمر، لكن
لكن قدوة الأمة وعلماء الأمة وفضلاء الأمة متفقون على هذا الأصل العظيم، ولذلك بقي دينهم محفوظا مصونا. نعم. قال رحمه الله: ومن قال بيد هنا بمعنى غير فقد أبعد. نعم، فهي بمعنى من أجل، بيد يعني من أجل لا بمعنى غير. نعم. الوجه السابع من السنة، أي على أن موافقتهم في أعيادهم لا تجوز، ما روى كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم، وهو محفوظ من حديث عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب، وصححه بعض الحفاظ. نعم، هذا يدل على مخالفتهم، فهم في يوم السبت ويوم الأحد يتوسعون في المآكل والشهوات ويفرحون، فنحن نخالفهم فنصوم هذين اليومين تعبدا لله عز وجل وترفعا عن شهوات النفوس. نعم. قال: وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم. نعم. وإن كان على طريق الاستحباب. نعم، هذا نص على مخالفتهم في عيدهم، حيث إنهم يأكلون ويشربون في هذين اليومين ويتوسعون، فنحن نخالفهم فنصوم، وإن كان هذا ليس من باب الوجوب وإنما هو من باب الاستحباب، والمهم أن فيه مخالفة. نعم. إذن يشرع للمسلم أن يتقصد صوم السبت والأحد لمخالفة المشركين؟ هذا سيأتي فيه بحث. نعم. طيب، وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم، ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء، وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم. جاء النهي عن صوم يوم السبت لكنه لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنه لا بأس بصومه ولا بأس بإفراده بالصيام أو صومه مع يوم الأحد أو تبعا لغيره، لا بأس بصومه مفردا أو تبعا لغيره، لأنه لم يصح دليل على منع الصوم فيه، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر قريبا أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، فإذا ثبت هذا فيكون هذا من باب المخالفة لهم. نعم. قال: وأنهم أي العلماء متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم، وإنما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي كما على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذه خلافات في صوم يوم السبت ويوم الأحد، يعني هم مجمعون على أننا نخالفهم، على أننا نخالفهم، لكن ما نوع المخالفة؟ هل نوع المخالفة أننا نصوم في هذين اليومين، أو نوع المخالفة أننا نفطر في هذين اليومين، أو نوع المخالفة وجه آخر؟ فالمخالفة مشروعة بالإجماع، لكن اختلفوا في نوعية المخالفة. نعم. قال رحمه الله: أما الإجماع والآثار فمن وجوه. نعم. أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن الإجماع على، لأنه سبق أن الشيخ رحمه الله ذكر أن مخالفة الكفار مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع من باب العموم، وكذلك مخالفتهم في الأعياد بهذه الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع. ذكر الكتاب وذكر السنة، والآن انتقل إلى ذكر الإجماع. نعم. وأما الإجماع والآثار فمن وجوه، أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرا، إذ الفعل موجود مقتضيه وعدم منافيه
واقع لا محالة. هذا تقرير للإجماع على مخالفة الكفار في أعيادهم، وذلك أن طوائف من الكفار كاليهود والنصارى والمجوس من أهل الذمة كانوا يعيشون في بلاد المسلمين، يعيشون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية ويمارسون عباداتهم، لكنهم يخفونها ولا يظهرونها كما سبق. ومن ذلك أنهم يقيمون أعيادهم في بلاد المسلمين خفية فيما بينهم ولا يظهرونها، والمسلمون ممتنعون من مشاركتهم مع أنهم في بلادهم وبين ظهرانيهم. لماذا امتنعوا من مشاركتهم مع أن النفوس تقتضي مشاركة الناس فيما هم عليه، لا سيما إذا كان هناك ما تشتهيه النفوس من أكل وشرب ولهو وغير ذلك، ومع هذا المسلمون على طول السنين في بلاد المسلمين ممتنعون من مشاركتهم. هذا إجماع من المسلمين على منع مشاركة الكفار في أعيادهم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ندع بقية الحديث عن دلالة الإجماع للقائنا القادم إن شاء الله لتسرم وقت هذا اللقاء دونه. أيها المستمعون الكرام، كانت هذه حلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، مع شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.